اوكي، ضيفتنا اليوم عندها قصه كثير غريبه، كثير مهضومه ومثيره للجدل، الكاتبه ريتا قزه. اهلا وسهلا فيك يا ريتا. انت بالاساس موجوده معنا لنحكي عن اول اصدار لك، بس هذا الاصدار قصته قصه، وقصته امتدت على فتره بين 26 و30 سنه. خبرينا. صح. انا فليت من هون صغيره بحرب. انا من الضيعه، ضيعه اسمجيه، ضيعه على البحر. شوف بضيعتي بس فلينا احترقوا البيوت، وشفت مناظر كثير بشعه، تاثرت كثير. ورحنا على استراليا، وهونيك انا كنت كثير مضايقه ليش صار اللي صار. انا بحب لبنان، وكيف خسرته وخلص ما بقى فينا نرجع، راحوا بيوتنا، كل ذكرياتنا، ما في شيء بقى. سو اخذت قرار انه انا بكره لبنان، انا مش لبنانيه، ما بدي اعرف شيء عن لبنان، ما بدي اسمع اخبار، ما بدي اعرف، ما حدا يخبرني شيء عنه. يعني كأنه عملت ردة فعل عكسية كتير قوية، لأنه كان بيوجع حدا يخبرني عنه، ما تجيبوا سيرته لأنه بتوجع أنه أوكي. ليش خسرته. وبعد 26 سنة دلوا علي أنه لازم ترجعي، ولازم أنه الناس عم ترجع، وخلص بقى وهيك. بس ما كنت مقتنعة. بس الشغلة الوحيدة اللي كنت عطول تزعجني هي أنه مرشار بالمحبسة. كيف بدي موت وما رح زور المحبسة؟ لأنه المحبسة بتعني لي كتير، والتيتا كانت تخبرني عمل أعجوبة مع السلم اسمه مرشربل، وحابة أجي كانت تشوف، بس أنه كانت صعبة. سو بعد 26 سنة جيت على الطيارة، أو على أساس بدي سافر، وما قدرت. بس مضيفة بدأت قعدني على الكرسي، قلت لها ما فيني روح، صرخت أنا بكره لبنان، ما فيي أرجع. هونيك باستراليا؟ باستراليا. ورجعت اخذت شنطتي ورجعت على البيت، عائلتي اجت لهون، انا رجعت على البيت. ساعتها تضايقت. يعني ضليتي فتره 26 سنه ما جيت على لبنان ولا مشوار؟ ولا مشوار. وما حكيتي عربي؟ كل منطقتك اللي قاعده فيها هونيك كمان بشتغل بالمدينه، وكل منطقتي ما فيها لبنانيه، وما كنت احكي عربي، وكنت اقول ايه انا مش لبنانيه. اوكي، الى ان صارت معك هذه الحادثه من 26 سنه، حادثه الطياره. من بعدها قررت انه لا، انا في شيء غلط عملت. من بعد زعلت كثير، ليش رجعت على البيت؟ اجت عائلتي وانا رجعت على البيت، عملت سايكولوجي تعرف شو بني. اوبفيسلي انا عندي مشكله كبيره، وفتحت فيسبوك تعرف على اللبنانيه، وصرت اعمل لهم اد. واكثر شيء كان عندي مشكله مع المسؤولين، لانه هن بسببهم نحن تهجرنا، وليش ما سالوا عنا وهيك. بس عملت سايكولوجي، طلع قديش بتحب قديش بتكره. وتعرفت على اللبناني وخبرتهم شو بني، وكانوا كثير بعقدوا معي، فعدوني كثير وقالوا لي نحن مستعدين لقيك على المطار، واللي بدك اياه، ونحن بنحميك، وما بيصير لك شيء، وما حدا بيقرب عليك، ومنهم مسؤولين. يعني كانوا بيجننوا. وساعتها جيت وجبت شيء بسيط من اللي كاتبتهم. هيدا كنت كاتبته بها 26 سنة، وقال أنا بقول أنا مش لبنانية، كنت أكتب شعر، كنت أكتب خواطر. أوكي، هالكتاب اسمه ذاكرة المسافات، خواطر ومختارات، صدر بال 2017 سنة الماضي. بس أنت القصايد والخواطر يلي موجودين بهذا الكتاب كتبتيهم على مدى 26 سنة. صح. الغربة يلي عشتيها بأستراليا. صح. شيء بسيط. وبالعربي. صح. كيف هالقد عندك رفض للبنان وللغة العربية، ووقتها كان بدك تكتبي كتبتي بالعربي؟ لانه انا كنت شاطره كثير بالمدرسه، كنت احب كثير العربي، كنت احب كثير وطني، انه انا بعبد وطني. بس انه انا كنت رافضه، لانه عارفه ما فيني ارجع، انا كل ضايعتي هونيك، انه ما عندي حدا هون، وما في تشانس ارجع، وبيوجع كثير احكي عنه. سو قررت انه انا بكرهه، لانه اذا حدا جاب لي سيره انا رح ابكي، رح اقول شيء، ورح ازعج اهلي، لانه اهلي كمان مضايقين، وما بدي خلي حدا يعرف انه انا موجوعه، لانه هني كمان موجوعين، عم بفتح لهم جرح. سو فضلت انه ما حدا يعرف شو بني، اهون شيء ما تجيبي لي سيره لبنان، لك انا بكره لبنان، بس انا جوا بالبيت، ولادي لازم يحكوا عربي، بيحكوا عربي منيح، نحن خلقانين هونيك، وبقرا كثير كتب عربي، وكنت كل الوقت اكتب. تكتبي عن شو؟ عن لبنان؟ اكتب شو بحس. وبس اشتي اكثر شيء اطلع لعند التيتا، بلا خبرين عن ايام زمان، كيف كانت حياتكم، شو كنتوا تعملوا، قليله امثال لبنانيه، ولحتى يعني بس اشتاق للبنان، تيتا هي كانت ترد للبنان. طيب لما قررتي تجي على لبنان جبتي معك شوي من يلي كتبتيهم. صح. وكيف قررتي تعملي كتاب؟ يعني كيف قررتي تجمعيهم بكتاب؟ انا جمعتهم على اساس هولي لإلي. قلت انا بدي، انه عندي كثير اوراق بدي اجيبهم واحطهم بكتاب واخذهم معي، انه ما اقول لحدا، لانه اذا بتلاحظي في انجليزي وفي خواطر وفي شعر، انه هون. بس هيدا شاف
جمعية تجاوز حبيبي يونس ودكتور اوكي هلا بتتذكر الاسم سقال ديزيري سقال وقالوا هيدا على الوزن وما بعرف كيف تكتبي انت وكيف تحكي عربي بعدك هيك انه اللبنانيه اللي هون ما بيحكوا عربي مثلي هذا الكتاب لازم يتوقع مش لازم تفلي من هون بدون ما نوقعه سو هن وبلديه بلونه مش انا اللي وقعته عملوا لي احتفال ووقعنا الكتاب بس في كثير ناس ما قدرت اجت لانه كان شورت نوتس اوكي خلينا نسمع شوي من اللي كاتبتيه كاتبه لك عم ضيعتي عم بحبها كثير اوكي يا ضيعتي خبيتك من سنين بقلبي وانت عايشه فيي دموع الشتي عسطوحك عناوين وغيمك نصب للصيف شمسيه يا ما ركضت عدرو بكل حلوين ويا ما قطفت الحلم غدويه ويا ما سكبت الشمس بفناجين وضيفتها للصبح غنيه فيكي تركت رفاق ومحبين واليوم جيت بدمع عيني اسال عبد جد وعلى شجر التين وعرفاق كبروا من حوالي وعلى ذكرياتي وبيتنا المسكين هاك الحرق دمعه قلب بي وعلى علمون الحرف والتلوين طلي بلهفي واسألي علي رح تقشعي بعده على أعلى جبين اسمك يا ضيعتنا بفخر مكتوب والقلب عم بينده على الجي حلو هيدا أي متى كتبتيها؟ أكيد من بعد ما عرفت شو بك يعني إيه؟ أنه تقريباً أنه إيه بس ما بعرف إكزاكتلي الوقت بس إيه أكيد من بعدها صرت فكر طيب. بضيعتي أكثر هلا أنت قلتي لنا أنه هول يلي بقلب الكتاب شوي من يلي كتبتيهم يعني أكيد بعد في قصص تانية ما جمعتيها هون أول شيء كيف نقيتي هول؟ ليش هول يلي موجودين بالكتاب؟ هيك باي اكسيدنت انه جبت شوي تجيبهم معي تعملهم بس يلي جبتيهم صح والباقيين معقول ترجعي تنشريهم؟ اكيد اوكي والمكتوبين بالانجلش كمان عن شو بيحكوا؟ شعر وانا دائما بكتب شو بحس like او شو كيف بحب الحياه تكون بكتب انه هيك طيب من بعد ما رجعت هاي الفتره يلي خلص مش حالك مع لبنان رجعت تقبلت انك بتحب لبنان انك لبنانيه وقت اللي وصلت على ضيعتك يلي هالقد بتعني لك شو حسيتي بعدني بسرعه ضيعتي ببكي مغيره كثير ضيعتي ما بعرف شي فيها بعدني ببكي وما فيني روح هديك السنه ما قدرت روح رجع عمل علاج تاني السنة لا أنا تغيرت لأنه الناس اللي كانت موجودة مش موجودة بيتكن بيتنا مش موجود بيتنا انهدم وما عاد اتعمر هلأ حابة أنه أرجع شوف إذا فيني عمره وضل هون لأنه بعبد لبنان مش بس شو حلو هيدا أحلى كلمة بنختم فيها المقابلة مبسوطة نرجع اهلا وسهلا فيك نحن ريتا بدنا نتمنى لك كل التوفيق نشكر حضورك معنا رح بيصير في توقيع جديد للكتاب عملت له باهدن توقيع اوريدي سو ما بعرف اذا بعد بيصير شيء هلا لا هلا بركي بنضوي على توقيع للاصدار الجديد اذا الله رد اهلا وسهلا فيك ميرسي كثير ميرسي للمستقبل اهلا وسهلا نحن رح نتابع حلقتنا مع الاجواء الموسيقيه الشبابيه مع مهرجان ليالي قريش فلسطين المهرجان بيهدف لاكتشاف المواهب الفنيه من قلب المخيمات الغارقه بالحرمان والفقر هالنشاط من تنظيم جمعية جنا بالتعاون مع بلدية صيدا وتفاصيل أكثر بهالتقرير مع زميلتنا رولا أمين الدين نفسي أدخل بلدي من غير حدود وأزرع نخل وحبق وورد نفسي أدخل بلدي من غير حدود تراثنا دمنا أرضنا ما نستغني عنه لو هاجرنا لوين ما كان ونحن حضارة ونحن فن ومنحب نفرح ومنحب نعيش وين ما نروح وإذا فينا واحد عاطل مش كلنا عاطلين لازم نحيي الفولكلور الفلسطيني خاصة لحتى ما تنسى هالثقافة هالتراث تبعنا ما ينتسى نحن وكأننا عم نعمل عمل فدائي للثورة الفلسطينية هيدا بتشجع أنه فلسطين كل فلسطين للشعب الفلسطيني وللعرب وتحلى التاريخ من ثمرة الصور
واتحلى التاريخ من تمرات الصوت وارقص غني اعتب ودك واعزف على العود وارقص غني اعتب ودك واعزف على العود وبرام الله بالفولكلور الفلسطيني والكوفية والأصوات الشابية اللي حملت بأغانيها الحب والحنين لزهرة المدائن ومن قلب مخيمات الشتات والفقر والحرمان مواهب فنية اكتشفت تملك أصوات جميلة وأداء قادر أنه يحيي ليالي أريج فلسطين. فمن مدينة الشهيد رفيق الحرير الرياضية واجهة صيدا البحرية أتى مهرجان ليالي أريج فلسطين كفسحة أمل وفرصة لأهل المخيمات للمجيء والاستمتاع بسهرة طربية فلسطينية بامتياز. هذا الفن والحرية والثقافة والانفتاح والجو الفرح والمرح هذا هو اللي بوصل لفلسطين، مش التشدد ولا العنف. مبسوطين وخاصة بأغانينا الفلسطينية اللي بتوصل صوتنا للعالم كله. مثل ما انك شايفة حد البحر والهواء هادي والأغاني كتير حلوة، هول الكونسرتس في كتير ناس محرومة منهم. فرصة لنا سمعنا الصوت من بعيد مشي لشي 50 كيلومتر لاجي اتفرج عليهم. عم بدوروا على المواهب، في كتير ناس موهوبة بس ما عم بيلاقوا ناس تكتشفهم. فليالي أريج فلسطين هي عبارة عن باب. الهدف السامي اللي ورا هيدا المشروع هو انه يروح للمناطق المهمشة للناس اللي هي مش قادرة تروح للفن. صيدا يعني فيها من اكبر التجمعات المهمشة بلبنان، عندنا مخيمات فلسطينية، عندنا تجمعات سورية، وهيدا أريج هو بالاساس يعني فسحة امل لهيدي المجتمعات المهمشة. على مدى أشهر عديدة اشتغلت المواهب وتدربت للحضور على المسرح بأداء محترف مع الفنان زياد الأحمدي يلي رافق المواهب بأدق التفاصيل ويلي زين المهرجان بحضوره على المسرح. هل الشعب لازم يعيش بكرامة؟ بقى القضية الفلسطينية بعدها قضية محورية وهي القضية الأم، وطبعا ما قلنا جميلة، نحن عم نشتغل مع مجموعة مواهب، نحن مثل ما بيقولوا رشة مي هيدي، مش عم نعمل شيء أكثر من واجبنا. يعني من الساعة 1 الظهر وإحنا هون عم نتدرب على كل الأغاني، وأكيد حماس كتير كبير قدام هالجمهور يعني رائع. نحاول أنه بقدر الإمكان نتنفس بهاي السنة لمرة واحدة، لأنه بعد في 12 شهر أكيد ما حدا حيغني، فهو جدا جدا مهب للمواهب الفلسطينية الشابة. نحن بصوتنا بمظهرنا بتماسكنا مع بعض، هيدا كلياته بيعبر قديش الشعب الفلسطيني إيد واحدة، خاصة مثابر أو مجاهد لنرجع طبعا ونحقق طريق العودة لفلسطين. الله يرضى عليك يا ابني، ظهري كسر ليالي أريج فلسطين بنسختها السابعة بتنظيم من مركز الجنة وبالتعاون مع بلدية صيدا، استمرت على مدى يومين لتأكد على شعب بيملك طاقات بشرية عظيمة ومواهب فنية تستحق الفرصة بظروف الصعبة وكل عوامل الأسى والحرمان. أصوات رائعة، مواهب فلسطينية جديدة بتضوي عليهم وبتعكس ثقافة شعب أنه عنده مواهب، عنده إبداع، مواهب بالكتابة والرسم والموسيقى والعلم، متفوقين بالعلم طبعا، نحن شعب مش اقل من غيرنا يعني، مدفونين تحت الظروف، ظروف المعيشه وضغط المجتمع، فاحنا بس بنلاقي فرصه واحده لحتى نقدم لعنا ويشوف العالم انه لا فعلا عندنا الشعب الفلسطيني، في عندنا مواهب وفي عندنا عقول. على طول بنحكي اولادنا وبنشجع انه نضل متذكرين القضيه الفلسطينيه، ولا ولد حينسى القضيه اصلا الفلسطينيه. موطني موطني اغنيه بالمدرسه، الجلال والجلال والسماء والبهاء في رباك في رباك، فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود. اكتب اسمك يا فلسطين عالشمس الما بتغيب، لمالي ولولاد
على حبك ما في حبيب.